اليوم نشارك مع منظمة جديد الطلاب فرع الرباط في هذه الندوة حول مراجعة مدونة الأسرة. طبعا هذه الندوة تأتي في سياق النقاش الوطني الواسع الذي يدور ببلادنا حول مراجعة مدونة الأسرة، الكل يدلو بيدلوه. بدورنا نريد أن نساهم بشكل إيجابي في هذا الورش بما يتوافق مع التأطير الملكي الاستباقي الذي سبق هذه المراجعة، والتي دعا فيها جلالته إلى مراجعة المدونة، خاصة يعني أن تشمل المراجعة الجوانب التي أبانت عن اختلالات في التطبيق القضائي لهذه المدونة، على أن تبقى يعني المرجعيات الكبرى والاختيارات الكبرى التي يعني تأسست عليها هذه المدونة تبقى يعني ثابتة. فنحن نريد أن نساهم في هذا الورش من هذا المنطلق، من منطلق إيجابي، من منطلق اعتبار الأسرة اليوم هي محل تدافع بين وجهتي نظر في العالم ككل وليس في بلادنا، بين منظور تراحمي مبني على القيم وعلى الدين وعلى المسؤولية، وبين منظور تعاقدي مبني على المادية والعلمانية والشهوانية والفردانية وغيرها. فهذا التدافع اليوم نشاهده في روسيا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة وفي كندا، وأيضا هو موجود عندنا هنا في المغرب. نحن مطلوب منا كمغاربة أن يعني أن تكون نقاشاتنا منسجمة مع واقع المغاربة، وأن تكون الإشكالات التي نطرحها هي إشكالات تعبر عن الواقع المغربي، لا أن تكون إشكالات مستوردة أو تكون إشكالات يعني هامشية أو ثانوية. هناك في الحقيقة إشكالات كبيرة، أهمها القضية ديال ارتفاع معدلات أو أرقام الطلاق والتطليق في بلادنا، وهذه واحدة من الثغرات الكبرى الموجودة في المدونة الحالية، والتي ينبغي للمشرع اليوم أن يعالج هذه القضية، سواء من خلال مراجعة بعض الفصول المتعلقة بالطلاق أو التطليق، أو من خلال مأسسة الصلح والوساطة الأسرية في المنظومة التشريعية الوطنية.